يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه اللي بيتابعوا قناه النادي الاهلي واللي هيتابعونا على مدار ساعه ونص. حلقه جديده من السادسه 10 ايام بالتمام والكمال بتفصلنا عن المباراه الاهم، مباراه الموسم، المباراه اللي هتجمع بين الاهلي وكايزر تشيفز. وفي ال 10 ايام بتتخللهم الحقيقه فرصتين للتجربه والاجاده امام المقاولين بكره ان شاء الله، المباراه اللي هنتكلم عليها النهارده بالتفصيل، وكمان امام مصر المقاصه ان شاء الله يوم الاحد فرصه للاختبار وللجاهزيه والاستعداد. واعتقد ان هم بروفتين محترمين جدا، لو حطينا عليهم ماتشين سموحه وبيراميدز اعتقد ان الاهلي خاض فتره اعداد جيده جدا، رغم طبعا انا عارف انه في فصل تام بين الدوري وبين بطوله افريقيا، لكن بالتاكيد مستر موسيماني في الخلفيه كده في عقله دايما بيفكر وبيلعب وبيحضر وبيجهز وبيشوف سيناريوهات مقترحه لمواجهه كايزر تشيفز. على كل الاحوال الكره مجنونه والحظ مش في كل الاوقات بيخدم الاقوياء، والدليل على كده خروج واحده من اكبر فرق اوروبا وواحده من اكبر فرق المرشحه كانت لتحقيق اللقب، بالكلام على الماتادور الاسباني طبعا قدام ايطاليا امبارح، خسر بضربات الترجيح بعد ما الوقت الاصلي انتهى بنتيجه 1-1، وقدرت ايطاليا انها تحسم المباراه لصالحها بنتيجه 4-2 في مباراه اعتقد كانت الغلبه فيها والارقام فيها كلها لصالح منتخب اسبانيا. النهارده ان شاء الله هيكون في مباراه مهمه جدا في اليورو، مباراه هتجمع بين انجلترا وما بين الدنمارك، واعتقد تكتمل بقى وتثبت انها مجنونه بشكل كامل لو قدرت الدنمارك انها تتجاوز انجلترا وتوصل للنهائي، هيبقى نهائي غير متوقع على الاطلاق. كل المنتخبات المرشحه خرجت من البطوله، وصول الدنمارك وايطاليا، وطبعا مع كامل احترام لايطاليا وتاريخها الكبير جدا، ولكنها ابدا لم تكن من المرشحين. عندنا كمان كوبا امريكا، الارجنتين كولومبيا نتيجه 1-1 الزمن الاصلي للمباراه، وقدرت طبعا الارجنتين، عندنا نهائي تاريخي هيجمع بين البرازيل والارجنتين بعد ما تفوقت الارجنتين على كولومبيا بركلات الترجيح بنتيجه 3-2. افكر حضراتكم بسؤال حلقتنا اللي هيستمر معانا لغايه بكره ان شاء الله، هيكون طبعا اختيار حضراتكم لافضل 3 لاعبين من النادي الاهلي في مباراته الاخيره اللي جمعته بنادي سموحه، على انستغرام، على فيسبوك، على تويتر، في انتظار تصويت كل جماهير النادي الاهلي. خلينا نروح لحلقات النهارده ونبتدي مع حضراتكم باهم الاخبار والعناوين. الاهلي بيدخل اليوم معسكر مغلق استعدادا للمقاولون العرب في الدوري. طبيب الاهلي، الاشعه تحدد موقف علي لطفي من مباراه المقاولون. فيفا يختار محمد الشناوي ضمن المواهب المشاركه في اولمبياد طوكيو. وموسيماني عن حياته في مصر، ما يحدث جنون، 70 مليون يشجعون الأهلي. رئيس الكاف يجتمع برؤساء الاتحادات المحلية قبل 24 ساعة من نهائي دوري أبطال إفريقيا. وراموس يجتاز الكشف الطبي في باريس سان جيرمان. يا مساء الخير ويا أهلا وسهلا. طبعا مهم نتعرف على آخر أخبار سعادة الفرقة لمواجهة المقاولين العرب بكرة إن شاء الله، مباراة تبقى ممتعة يقدم فيها الأهلي أداء ونتيجة ترضي جمهور، وأعتقد أنه الجماهير راضية بشكل كبير جدا على شكل الفرقة وعلى مستواها وعلى أدائها، وإن شاء الله بإذن الله نكمل على كده لغاية لما مش بس نحسم بطولة أفريقيا، لكن إن شاء الله بإذن الله نحسم كل البطولات اللي فاضلة وللأهلي عنده فرصة في المنافسة عليها، وبالمناسبة هي كلها لغاية آخر الموسم. خليني أقول لحضراتكم بداية طبعا الفرقة النهاردة تمرينة، وبعد كده هتدخل معسكر مغلق عشان تستعد لمواجهة المقاولين بكرة إن شاء الله. طيب خلينا نروح لتيتش، نروح للنادي الأهلي في الجزيرة ونتعرف على أخبار التمرينة بتاعة النهاردة، ونطمن كمان على كابتن علي لطفي طبعا اللي اشتكى من شد في العضلة الأمامية، ويمكن دكتور أحمد أبو عاملة عمل له أشعة النهاردة، وعلى حسب نتيجة الأشعة هيتحدد بقى. يعني طبعا التوقيت مش لطيف خالص بالنسبة لعلي، خصوصا إنه الأهلي كان بيبني عليه وبيجهزه للمشاركه بشكل اساسي بعد نهائي دوري الابطال، بس خلينا نطمن على الفرقه ونطمن على علي لطفي من خلال زميلنا شريف شعبان الموجود في النادي الاهلي. مساء الخير يا شريف. مساء الخير زميلي احمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل جماهير النادي الاهلي في كل مكان، بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي حالا. يمكن الدكتور احمد ابو عبله صرح لقناه النادي الاهلي ان حاله علي لطفي يمكن عنده تقل بسيط جدا في العضله، لكن حرصا على طبعا سلامه اللاعب هي محتاج 4 أو 5 أيام علاج تاهيلي، وباذن الله يكون متواجد مع باقي زملائه، فكده علي لطفي بيخرج بره قائمه مباراه المقاولون العرب، وباذن الله باذن الله باذن
باذن الله يكون موجود في المباراه، مباراه المقصه باذن الله، قبل السفر الى المغرب باذن الله. دعواتنا ودعوات كل الاهلاويه باذن الله بالفوز الاول على فريق مقرون العرب، مرورا باب المقصه ثم النهائي الافريقي والنجمه العاشره باذن الله. ان شاء الله. خلينا نطمن على الفرقه النهارده وادائها، ونطمن على اللعيبه اللي يمكن كانوا بعاد وبقى لهم فتره. يعني انا بيتهيألي النهارده عندنا كريم ندفد، عندنا محمود متولي، عندنا محمد محمود، كل دي وجوه رجعت تشارك في تمرينة النادي الأهلي. برضو نطمن منك على مستوياتهم ومدى جاهزيتهم. الكل بيشارك ما شاء الله، يعني ما شاء الله نمسك الخشب، الكل بيشارك. كان ندفت في المران، محمود متولي، محمد محمود، الكل بيشارك في المران، محمد هاني، ايمن اشرف، السوريه، الكل بيشارك في تمرينات النادي الاهلي. الاول قبل بدايه المران كان في محاضره فنيه مع مستر بنسو موسيماني، استمرت حوالي من 20 او 22 دقيقه، محاضره فيديو اتكلم فيها عن نقاط القوه والضعف في الفريق المقاولون العرب، طلب اللاعبين بالفوز على فريق المقاولون العرب، محاوله احراز هدف مبكر، حذر من خطوره المقاولون العرب، وقال مش شرط او ما يخدعكوش ترتيبهم في جدول المسابقه، هيلعبوا بكل قوه علشان خاطر يحصدوا اي نقاط من المباراه، حذر من خطوره فريق مقاولين، وطلب اللاعبين باحراز هدف مبكر لتسهيل مهمه اللاعبين في اللقاء. وبعد المحاضره وتعريف كل نقاط القوه والضعف نزل المران. الاول كان فيه دوائر وجمل تكتيكيه وتمرينات تخصصيه على الجول، وهيختتم بتقسيمه اللي هيقود بيها المباراه غدا. المران طبعا مقفول وهيكون مغلق لكل الناس عشان خاطر الراجل يشتغل براحته تكتيكيا، ومحدش يعني يشوف التكتيك اللي هيشتغل بيه للمران طبعا، او الاستعداد لمباراه المقاولون العرب. اهم حاجه الحصول بكره باذن الله باذن الله باذن الله على الثلاث نقاط. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، الكل بيشارك في المران، الحاله البدنيه والجاهزيه الفنيه لكل لاعبي النادي الاهلي مطمئنه لحد كبير جدا باذن الله، بس التركيز يكون موجود والتوفيق يكون موجود ونفوز بكره باذن الله. بعد بدايه بعد نهايه المران هيغادر الفريق الى معسكر مغرق في احد الفنادق في التجمع الخامس باذن الله باذن الله باذن الله. بكره باذن الله كنت توفيق معانا ونفوز باذن الله على فريق كبير. شريف خليني اخدك لنقطه ثانيه. يعني طبعا انت عارف انه الاهلي هيكون عنده تحدي كبير جدا بعد ان شاء الله باذن الله مباراه نهائي دوري الابطال، وهي مشاركه الست لعيبه مع المنتخب مصر الاولمبي اللي بتمنى له التوفيق ان شاء الله، ويمكن هتكلم على المنتخب النهارده واخر المستجدات لان في اخبار جديده ايجابيه. بس خليني يمكن كنت بتكلم امبارح ان مستر بيتسو موسيماني واضح انه بيجهز، يعني شفنا علي لطفي بياخد في الماتش الاخير، شفنا كلام امبارح كنت بتكلم هنا يمكن في السادسه على انه في برنامج بدني مخصوص لجونيور اجاييه عشان يكون جاهز الفتره اللي جايه. تكلمني كده على فتره او تفكير مستر موسيماني في الاستعداد لمرحله ما بعد النهائي، فكره تجهيز الناس اللي كانت بعيده، واعتقد انها فرصه لكتير من الاسماء اللي ممكن تبقى موجوده بشكل اساسي، فعليهم ان هم يحضروا او يجهزوا نفسهم بالشكل المناسب. عندما طبعا طلب الاتحاد الكره المصري والمنتخب الاولمبي اللي بتمنى له كل التوفيق يا رب في الاولمبياد باذن الله، ونحقق ميداليه مع المدير الفني الكابتن شوقي غريب، لبى النادي الاهلي النداء على طول، النداء الوطني، وارسل لاعبيه باذن الله الى الاولمبياد. طبعا مستر بيتسو موسيماني ومدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ اتكلموا مع اللاعبين وبيبداوا يجهزوا اللاعبين، الكل هياخد فرص، الكل هيكون مشارك في الفتره المقبله، امسك في فرصتك، اللي عاوز يكمل باذن الله. كل الناس اللي كانت بتقول فلان ماشي وفلان هيطلع اعاره وفلان، كل ده لسه مفيش اي اتحسمت ليه، كل ده هيبان مع المباريات الفترة المقبلة. اللي يمسك في الفرصة هيكون ليه تواجد بإذن الله مع النادي الأهلي، واللي مش هيمسك في الفرصة هو بقى اللي ممكن يحدد مصيره بإيده في الملعب. ولكن الكل جاهز، الكل بيستعد، الكل بيحلم بيشارك مع النادي الأهلي الفترات المقبلة اللي ما بيلعبش طبعا، وبإذن الله يكونوا أهلي لها. التجهيز الفني والتجهيز البدني شغال على أعلى مستوى لكل هلاقوا اللاعبين، التجهيز الذهني كمان والكلام والجلسات مع من مدير الكرة الكابتن سيد مع اللاعبين عشان كل يظهر في صورة بإذن الله تليق باسم النادي الأهلي. فبطمنك بإذن الله الفترة المقبلة بإذن الله هنلاقي بإذن الله حاجة مختلفة مع لاعبي النادي الأهلي اللي ما كانوش بيشاركوا في الفترات الماضيه باذن الله. وحتى اللعيبه اللي كانت بعيده، انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا زميل عزيز شريف شعبان من داخل مقر نادي الاهلي بالجزيره من امام ملعب التتش. دي اخبار تمرينه النهارده، لكن خدوا بال حضراتكم، انت عندك في الفتره الاخيره طبعا كان طاهر بيشارك بشكل اساسي وواحد من النجوم اللي فاتت، ويمكن واخد احسن لاعب في ماتش بيراميدز اللي لعبه النادي الاهلي، مستواه بيتطور من مباراه لمباراه. اكرم توفيق طبعا يعني مش محتاج كلام، لعب شهر يونيو في النادي الاهلي بشهاده وباختيار جماهير النادي الاهلي. بتكلم على صلاح محسن، واحد من افضل الاوراق الرابحه اللي لجأ ليها مستر موسيماني في كتير من اللقاءات الصعبه
اللقاءات التقيلة، وكان عند الميعاد جاهز وبيسجل، وكان الحقيقة واحد من أفضل تغييرات مستر موسيماني في الفترة الأخيرة. فأنت بتتكلم على ومحمد الشناوي طبعا حدث ولا حرج، يعني حارس مرمى مصر الأول، وسبحان الله النهاردة الفيفا بيرد. إحنا مش بنرد، مش قناة النادي الأهلي اللي بترد، وأنا مش هتكلم في الموضوع ده تاني. خليكم كده مركزين مع الأهلي، أنتوا ناسين كل حاجة ومش مركزين غير مع الأهلي. لكن الحقيقة يمكن اللي عايز بس أقوله إنه الأربعة دول كانوا ليهم دور رئيسي جدا، وجودهم مع المنتخب الأولمبي، واللي بتمنى طبعا إنه يساعد ناصر ماهر ويساعد احمد رمضان بيكم مع ان هم يدخلوا يستعيدوا فورمه تاني. ناصر من اللعيبه اللي امكانياتها ما حدش يقدر يشكك فيها، لعيب الحقيقه لعيب تقيل في الملعب، لعيب تقدر تبني عليه فرقه، وان شاء الله باذن الله يقدر يرجع مره تانية مع منتخب مصر الاولمبي، لانه بيلاقي نفسه. الاصابه يمكن حرمته من يتالق مع النادي الاهلي، لكنه يظل واحد من افضل لاعبي الكره في مصر، ده شيء ما فيهوش جدال. وعشان كده فرصه لمحمود متولي، وفرصه لندفيد، وفرصه لمحمد محمود، فرصه لكل فرصه للكهرباء، وفرصه لاجايه، ان هم الحقيقه يعني يستغلوا الفتره دي ونشوف امكانياتهم اللي احنا واثقين فيها تماما وما عندناش شك فيها. نتمنى بس ان هم يستعيدوا مستوياتهم بشكل سريع ويبقوا مجهزين للمرحله اللي بالمناسبه هتكون صعبه. كل البطوله ما بتقرب من اخرها، كل من الماتشات بتاعت النادي الاهلي بيبقى ليها حسابات معقده، حتى الفرق اللي بتصارع على الهبوط بتقاتل في ارض الملعب وكانها بتلعب على البطوله. فعشان كده هيكون فيها فتره محتاجين فيها كل نجوم الاهلي يكونوا في اعلى مستوياتهم. خليني اقول لحضراتكم، وبمناسبه الكلام على الشناوي اللي لسه ما زال الكلام مستمر عليه، يعني موضوع الشناوي قتل بحثا، غلطه الشناوي الناس كلها يعني ما فيش حاجه بتحصل في الرياضه في مصر تستاهل او تستدعي انتباه الاعلام الرياضي غير غلطه الشناوي في مباراه بيراميدز، يعني لغايه امبارح الناس بتتكلم عليها. على كل الاحوال خليني اقول لحضراتكم انه الفيفا بقى، يعني احنا بنتكلم هنا على اكبر اتحاد ومؤسسه مسؤوله عن كره القدم في العالم، اختارت الشناوي من ضمن مجموعه من الاسماء اللي اعتبرتها من المواهب اللي هتشارك في اولمبياد طوكيو 2020 في كره القدم. والقائمه دي طبعا ضمت لعيبه كبيره جدا على مستوى العالم، يعني منهم مثلا من البرازيل داني الفيش، ظهير طبعا البارسا الشهير، واحد من افضل الباكات اليمين اللي شفتها بتلعب في عمري كله الحقيقه. داني الفيش لاعب متميز جدا. ريتشارلسون طبعا برضو مهاجم البرازيل المتالق معاهم في كوبا امريكا. اندري بيريه من فرنسا، فرانكي سي من كوت ديفوار، ومعاهم لستة من النجوم. اولمو طبعا نجم اسبانيا اللي تالق معاهم رغم خروجهم، لكن اسبانيا قدمت اداء اكتر من رائع. وداني اولمو الحقيقه واحد من اللعيبه اللي قدمتهم لنا اليورو، لعيب قوي جدا واعتقد هيكون ليه مستقبل كبير. فالفيفا هو اللي بيختار الشناوي عشان يكون واحد من المواهب اللي هتظهر في اولمبياد طوكيو 2020. ومناسبه الاولمبياد اقول لحضراتكم كمان انه النهارده بشكل رسمي حضراتكم عارفين انه كان في مشكله بسبب ميعاد نهائي دوري الابطال، وكان في كلام على انه في محاولات لتغيير الميعاد، لكن ده كان السبب فيه انه لعيبه الاهلي لو سافرت يوم 18 او لحقت ببعثه المنتخب الاولمبي في يوم 18 في طوكيو، معناها انها هتخش حجر 3 ايام ومش هتتمرن مع الفرقه، وبالتالي غالبا هتفوت ماتش اسبانيا. النهارده اليابان اختارت رسميا انه مصر هتكون من ضمن الدول، قائمه الدول اللي هيتم استثنائها من فتره الحجر الصحي ال 72 ساعه، وبالتالي انضمام لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله بعد ما يلعبوا ماتش نهائي دوري الابطال للبعثه هيكون انضمام مباشر، وهيتمرنوا وان شاء الله كمان يكونوا جاهزين لمباراه المنتخب الاولمبي الاولى اللي هتجمعه مع اسبانيا. نروح لبيتسو موسيماني طبعا، سنه اولى كايرو، سنه اولى مصر طبعا. الحياه في مصر بالتاكيد، الحياه في مصر طبعا ليها خصوصيه شديده جدا وتختلف عن كل دول العالم، وبالتاكيد طبعا مختلفه عن جنوب افريقيا. يمكن كان ليه مستر موسيماني كده حوار مطول اتكلم فيه مع الصحف في جنوب افريقيا، ويمكن وجهوا له سؤال على اسلوب حياته في القاهره بعد ما اتنقل عشان يتولى تدريب النادي الاهلي. بقى له تقريبا سنه الا شويه، شهر 11 اللي فات اعتقد تولى المسؤوليه. كلموه ازاي بيعيش وازاي، قال لهم ان الحياه في القاهره شيء مختلف تماما، واتكلم فيها على فكره انه الناس في مصر بتتنفس كوره، وانه مش بيقدر يتحرك بسهوله، وانه ما قدرش يروح طول فتره اقامته في القاهره. ده بيدي مثال يعني على صعوبه الحياه في القاهره. وطبعا بيتكلم على جماهير النادي الاهلي العريضه، بيتكلم على انه ده على لسانه بيقول انه جماهير النادي الاهلي بتتخطى 70 مليون مشجع، وده بيخلي تحركه في منتهى الصعوبه.
لدرجه انه ما راحش او ما قدرش يعمل عمليه تسوق، يعني ما راحش عمل شوبينج غير مره واحده وكان معاه ثلاث حراس. قال انه جمهور النادي الاهلي بيتنفس كوره وانه المصريين بشكل عام ما يقدروش يعيشوا من غير كوره. نتمنى ان شاء الله باذن الله انجازات موسيماني مع الاهلي تستمر، وان شاء الله انا بشوف انه واحده من التجارب الناجحه جدا الحقيقه في الكره المصريه، وتكلل اعتقد بالنجاح في موسم بقى مكتمل بشكل كبير بالتتويج بدوري الابطال والدوري والكاس المصري. نتكلم بقى على هامش كمان بمناسبه دوري نهائي دوري الابطال. خليني اقول لحضراتكم ان الاتحاد الافريقي، وده اللي كشفت عنه بعض التقارير التونسيه، بيتكلم على انه على هامش اللقاء اللي هيجمع بين كايزر تشيفز وبين الاهلي في نهائي دوري الابطال في المغرب، قبلها بيوم هيكون في اجتماع بين باتريس موتسيبي الجنوب افريقي ورئيس الاتحاد الافريقي مع رؤساء الاتحادات المحليه. هيتكلموا فيه على مش بس على شكل البطولات الافريقيه في الفتره المقبله، لكن الحقيقه موتسيبي ومن اول يوم، يعني انا كنت يمكن تابعت تصريحات كتيره جدا ورؤيه الراجل بيتمنى انه يحققها، هدفه الحقيقه انه يطور المنظومه بشكل كبير جدا. عشان كده الاجتماع ده هيكون في منتهى الاهميه، هيتكلم فيه في كل ما يتعلق بتطوير منظومه كره القدم، مش بس في تطوير البطولات الافريقيه لكن كل ما يتعلق بتطوير منظومه كره القدم في افريقيا، وهي للاسف على الرغم انها يعني بتضم امكانيات على كل مستويات، سواء بنتكلم على لاعبين او على مديرين فنيين، عندنا تجارب ناجحه جدا لكثير من المدربين وخصوصا في شمال افريقيا، عندنا لاعبين افارقه فازوا بجوائز عالميه، عندنا النهارده لعيبه زي محمد صلاح، زي حكيم زياش، زي رياض محرز الجزائري بيتالقوا في اهم ملاعب اوروبا، والكلام ده مش جديد، الكلام ده من زمان، من ايام رابح ماجر، من ايام جورج ويا وغيرهم الحقيقه، اكدوا على قدرات اللاعب الافريقي، ازاي تطور المنظومه بحيث انه نشوف بقى، يعني نحط على الاقل هدف قدامنا انه في يوم من الايام يكون في منتخب افريقي ياخد مثلا بطوله زي بطوله كاس العالم، او نعالج المشاكل اللي بتعاني منها القاره على مستوى ملفات التحكيم مثلا، على مستوى ملفات البنيه التحتيه والملاعب، دي كلها ملفات اعتقد ان موتسيبي عنده رؤيه في تطويرها او في اخذ خطوات تعالج المشاكل دي بشكل جذري. اختم براموس اللي خلاص النهارده كان بياخد على الكشف الطبي في بي اس جي، وراموس كده رسميا لاعب في بي اس جي، بالاضافه طبعا لصفقتين ابرمها النادي الفرنسي، الصفقه الاولانيه كانت مع فينالدوم نجم ليفربول، والصفقه الثالثه كانت اشرف حكيمي في اطار بحث مستمر اعتقد انه لن ينجح برضه في تحقيق بطوله دوري ابطال اوروبا. هنتكلم في فقره مهمه جدا على تجربه يمكن لفتت الانظار في بدايه بطوله اليورو، ماركو روسي مدرب المدير الفني الايطالي لمنتخب المجر اللي قدم الحقيقه عروض قويه جدا خصوصا قدام فرنسا وقدام المانيا، هيكون ضيف علينا في السادسه. مش هنكلمه بس عن تجربه المجر، هنكلمه كمان عن تاهل الاتسوري للمنتخب ايطاليا طبعا لنهائي بطوله اليورو، في اعتقد انها مفاجاه ممكن تبقى مش من العيار الثقيل لكنها تظل واحده من المفاجات، بس بعد الفاصل. أرقام الحقيقة بتعكس يعني إيه اقتصاديات كرة القدم، متوسط تقريبا 4 مليار دولار هو دخل الاتحاد الأوروبي من كرة القدم في السنوات الأخيرة، وده يقول لحضرتك يعني إيه اتحاد قائم على لعبة يقدر يطور المنظومة ويقدر يستفيد من إمكانياته عشان يخدم اللعبة دي بشكل كبير جدا، تجربة نتمنى إنها ينظر ليها بعين الاعتبار. الحقيقة يمكن كان خارج كل التوقعات الكلام على المنتخب المجري اللي وقع في مجموعة نارية، ورغم كده قدم أداء احترموا واشاد به العالم كله. هنتكلم اكتر على المنتخب المجري، وهنتكلم كمان على المنتخب الايطالي لانه الحقيقه ضيفنا في السادسه بيجمع بين الاثنين، الايطالي ماركو روسي المدير الفني لمنتخب المجر هو ضيفنا في السادسه من خلال الفيديو كونفرنس. طبعا بدايه اهلا بك على شاشه النادي الاهلي وبشكرك على وجودك معنا في السادسه. مساء الخير على الجميع، شكرا لكم. بداية الحقيقة كانت إشادة كبيرة جدا بالمستويات اللي قدمها المنتخب المجري في بطولة اليورو، وفي بعض يعني المناسبات كان بيتقال إنه كان قاب قوسين أو أدنى من التأهل لولا طبعا
تعادل ألمانيا معاه في المباراة الأخيرة. خليني أعرف منك، هل كنت متوقع أنك أنت وأنت بتشارك في اليورو في مجموعة نارية أنك أنت تواصل مشوار أو تتأهل عن المجموعة، ولا كان الخروج من دور المجموعات أمر منطقي بالنسبة لك؟ في طبيعة الأمر يجب أن أكون صريحا معكم في هذا الأمر. عندما شاهدت الكرة كان بالأمر بالنسبة صعبة لي وصعب لجميع جماهير المجر. الوقوع في مجموعة الموت مع فرنسا وألمانيا والبرتغال ليس بالأمر السهل، لكن كانت لدي أحلام وقد قدمت أداء جيد كما رأى الجميع من منتخب المجر. الحظ لم يحالفنا في بعض الأوقات، قدمنا مباراة رائعة أمام البرتغال في، ولكن في آخر مباراة البرتغال قابلنا 3 أهداف من منتخب البرتغال الذي أظهر قوته في آخر الأمر، وكانت مباراة البرتغال صعبة جدا لي. بمناسبة مباراة البرتغال خليني أقف مع الماتش ده تحديدا، لأنه يمكن كان في لقطة فيها يمكن شغلت العالم كله والعالم كله اتكلم عليها، وأنت شخصيا كان ليك تويت على موقف كريستيانو رونالدو أو لقطة كريستيانو رونالدو بعد تسجيله لهدف من ركلة جزاء. إيه القصة وإيه الحكاية، وهل بتشوف إن الموضوع خد أكبر من حجمه ولا محتاج رد أو تعليق منك شخصيا؟ في بداية الأمر أريد أن أقول شيئا، أما أنا ليس شيء أمام كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو أسطورة في عالم كرة القدم ولديه تاريخ كبير، يجب أن أكون متواضعا عندما تتم مقارنتي بكريستيانو رونالدو. ولكن إذا ما تحدثنا عن الحدث الذي حدث بعد تسجيل كريستيانو رونالدو لضربة الجزاء، الشيء الذي أحزنني هو المبالغة في الاحتفال من كريستيانو رونالدو الذي ذهب إلى جماهير المجر ولم يراعي شعور الجماهير التي كانت موجودة في المدرجات. هذا ما أزعجني وأزعج جماهير المجر الذي رأينا أنهم تعاملوا بطريقة سيئة مع كريستيانو رونالدو بعد رشقه بالزجاجات. لكن الجميع يقول أني قد سخرت من كريستيانو رونالدو على مواقع التواصل الاجتماعي. الأمر كان من أجل أخذ تعاطف جماهير المجر ومن أجل الرد على كريستيانو رونالدو ليعلم حجم الخطأ الذي فعله أمام جماهير المجر. في نهاية الأمر هذه كرة القدم، هناك فائز وهناك خاسر، لكن في كرة القدم الاحترام يجب أن يسود اللعبة ويجب أن يسود اللاعبين. مهما كان الاسم واللاعب والأسطورة يجب أن يحترم الجماهير الأخرى، وهذا ما حدث مع كريستيانو رونالدو، لكن كريستيانو يبقى أسطورة. أتفق معك تماما، النجومية تعقبها أو تتبعها مسؤولية على كل حد أنه يقدرها تماما. أنت نجم كبير وأنت مؤثر في العالم كله وتصرفاتك دايما تحت المنظار، بس خليني أروح للنتائج المجر قبل ما تطرق أفتح ملف منتخب إيطاليا اللي بمناسبة طبعا ببارك لك على وصوله المباراة النهائية. النتائج اللي اتحققت قدام تحديدا فرنسا وألمانيا كانت مفاجأة، لأن احنا بنتكلم على 2 من أكبر المنتخبات و2 من المنتخبات المرشحة. هل تعتقد أنه منتخب المجر لو كان وقع في مجموعة تانية كان ممكن يبقى عنده فرص أنه يحقق مفاجآت زي ما قدر مثلا منتخب الدنمارك يوصل لدور قبل النهائي، أو زي ما قدر منتخب سويسرا أنه يتجاوز المرشح الأول منتخب فرنسا؟ هذا الأمر صعب جدا، وأنتم تعلمون الأمر جيد جدا. جميع المباريات صعبة، لا يوجد هناك مباراة سهلة ومباراة صعبة. الأمر لا يتعلق بأن تقع في مجموعة الموت، أن تقع في مجموعة صعبة أو أن تقع في مجموعة سهلة. لكن قلت لك عندما أوقعتنا القرعة في مجموعة الموت الأمر كان بالنسبة لنا أكثر من تحدي، وكنا ننتظر الكثير رغم صعوبة المباراة. لكن بالطبع ليس من السهل اللعب أمام فرنسا والبرتغال وألمانيا، لكن إذا وقعت المجر في مجموعة أكثر سهولة كنا سنذهب إلى الأدوار الإقصائية على الأقل. هل تعتقد أن بطولة يورو 2020 هي بطولة المفاجآت؟ كل المنتخبات الكبيرة
خرجت باستثناء ايطاليا وانجلترا، هل ده كان امر متوقع على الاقل بالنسبه لك؟ بالطبع كانت هناك بعض المفاجآت. بالنسبة لي خروج فرنسا كان أقوى مفاجأة لم أتوقعها ولم أنتظرها. المنتخب الفرنسي كان من أقوى الفرق المرشحة بالبطولة. ألمانيا كانت لم تقدم المستوى الكبير الذي ينتظره منه الألمان، وعندما لعبت أمامهم كنت على مستوى أكثر منهم، لكن خروج فرنسا أكبر مفاجأة لي. إزاي بتشوف تأهل إيطاليا للمباراة النهائية رغم أن يمكن هي قدمت أضعف عروضها في البطولة أمام المنتخب الأسباني، لكن استطاعت كتيبة روبرتو مانسيني أنها توصل للمباراة النهائية. بتشوف الإنجاز ده إزاي، وبتشوف فرص إيطاليا في تحقيق اللقب والتتويج به بصرف النظر عن إذا ما كان المنافس إنجلترا أو الدنمارك؟ إيطاليا بالأمس لعبت أصعب مباراة لها في بطولة الأمم الأوروبية أمام منتخب بعظمة المنتخب الأسباني والتيكي تاكا الأسبانية. الجميع يجب أن يعلم شيئا هاما جدا، منتخب الأسباني أقوى فريق يستطيع السيطرة والهيمنة على الكرة، وذلك ما رأيناه بالأمس أمام منتخب إيطاليا الذي يعتبر أقوى فريق في البطولة. وذلك يجب أن يعلم الجميع أن انتصار إيطاليا بالأمس كان بالنسبة لنا وإحنا نشاهد المباراة كان مفاجأة، لأن إيطاليا بالأمس لم تقدم الأداء المنتظر منها. إيطاليا كان لديها بعض الهيبة من أسبانيا، وهذا ما جعل إيطاليا تظهر بهذا المستوى السيء. لكن دعني أقول لك شيئا هاما جدا، هناك مباريات تكسب ولا تلعب. واحدة من هذه المباريات التي رأيناها بالأمس أمام المنتخب الأسباني. الآن الكل يتحدث عن إيطاليا في النهائي، لن يقولون إيطاليا لعبت سيئا وأسبانيا لعبت الأفضل، لكن الآن نحن في الفاينل في المباراة النهائية، وأسبانيا ودعت البطولة. أسبانيا كانت تستحق الفوز، يجب أن أكون صريحا معك، لكن إيطاليا في الفاينل وهذا الأهم. ومين تفضل أنه يكون الطرف الثاني في مواجهة إيطاليا في نهائي بطولة أوروبا، إنجلترا أم الدنمارك؟ سؤال، أنا أتمنى أن تفوز الدنمارك. الدنمارك ستكون أسهل لنا من إنجلترا لعوامل كثيرة. المباراة ستكون على ملعب ويمبلي، والجماهير الإنجليزية سيغزون الملعب، وأنت تعلم التاريخ بين إيطاليا وإنجلترا. الدنمارك ستكون أسهل لنا، أفضل الدنمارك وأتمنى أن نواجه الدنمارك في المباراة النهائية. مواجهة إنجلترا ستكون صعبة لعوامل عديدة. إذا كتبت لكتيبة المجر النجاح وكانت وصلت في المباراة النهائية لمواجهة إيطاليا، يعني كنت هتشجع مين، أو أنت شخصيا كان هيبقى قلبك وعقلك مع مين في مباراة نهائي بطولة أوروبا بتجمع بين المجر وإيطاليا؟ يا له من سؤال. بالطبع سأكون المدرب الوحيد في العالم الذي سيغني نشيدين، النشيد الوطني لمنتخب بلادي إيطاليا ومنتخب المجر، من أجل احترام الجماهير التي وضعت ثقتها بي. كنت سأكون في موقف صعب جدا، أشكر الإله الذي لم يسنح لي بهذه الفرصة، لأني في الأول وفي الآخر الأمر أنا إيطالي الدم والروح والعقل. الموقف كان صعب جدا، لكن أحترم المجر وشعب المجر وجماهير المجر. أنت لا تعلم المعاملة التي يتلقاها هناك. بمناسبة وجودك على شاشة النادي الأهلي، والنادي الأهلي مقبل على مباراة يمكن الأهم في الموسم الحالي، هي مباراة نهائي بطولة دوري الأبطال اللي هو بالمناسبة في نفس الوقت حامل اللقب، يعني مدى معرفتك بالكرة المصرية والنادي الأهلي بشكل خاص؟ الأهلي بالطبع
فريق معروف ومشهور في أوروبا. يجب أن نقول أنه الفريق الأشهر في العالم العربي وقارة أفريقيا. الأهلي لديه 9 ألقاب أفريقية للشامبيونز ليج، ولديه العديد من البطولات المحلية المصرية. الفريق الثاني تتويجا بالبطولات في العالم بعد ريال مدريد. الأهلي هذا العام سيلعب يوم 17 من يوليو أمام سود أفريكا. أتمنى أن الأهلي سيقوم بعمل سيناريو كما رأيناه العام القادم القادية ممكن، وأتمنى أن يسجل الأهلي في نفس السهولة ونفس السيناريو الذي صنعه أفشا. ليس صعب تشجيع فريق بعظمة النادي الأهلي. الأهلي هو الأعظم في العالم العربي. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وبتمنى الحقيقة التوفيق لمنتخب إيطاليا اللي بالمناسبة ليه مشجعين كتير جدا في مصر. شكرا ماركو روسي المدير الفني لمنتخب المجر على وجودك معنا على شاشة النادي الأهلي، والحقيقة يمكن معلومات كثيرة جدا عن النادي الأهلي أنا شخصيا ما كنتش أعرف أنك أنت تعرفها، لكن واضح حجم المتابعة. ويهمني الحقيقة التركيز على نقطة مباريات تكسب ولا تلعب، سمعتوها فين قبل كده؟ خلينا نروح لفاصل ونرجع نتكلم بالتفصيل عن اليورو، ونتكلم كمان على المواجهة المنتظرة النهاردة اللي هتجمع ما بين الدنمارك وإنجلترا، بس بعد الفاصل. الإيطالي ماركو روسي المدير الفني لمنتخب المجر قال لي يمكن قبل دقائق على شاشة النادي الأهلي ماتشات أو مباريات تكسب ولا تلعب، كان تعليقا على مواجهة امبارح حقيقة جمعت بين إسبانيا وإيطاليا. وكم من الماتشات الحقيقة اللي اتلعبت في البطولة دي بتقول إنه لغة الأرقام وأسماء اللاعبين والتاريخ والإنجازات والبطولات وترشيحات ما قبل البطولة لا وزن لها، وإن الماتشات بتتلعب 90 دقيقة على أرض الملعب بين 11 و11. دي النتيجة الحقيقة اللي تأكد أن كرة القدم كرة مجنونة أو رياضة مجنونة، ووارد جدا جدا أنها تكتمل في جنونها وعبقريتها وتوصل لنا مثلا الدنمارك فيكون نهائي بطولة اليورو 2020 بين الدنمارك وإيطاليا، فرقتين ما كانوش على البال ولا على الخاطر. ده رأيي الشخصي، هل رأي دكتور وليد الحديدي هيضيفنا النهاردة في السادسة هيكون نفس الرأي ولا ليه رأي تاني؟ ده اللي هنعرفه منه دلوقتي طبعا، بس بعد ما نرحب بيه. ازيك يا دكتور وليد؟ مساء الفل استاذ احمد، منور الدنيا. انت اللي منور الدنيا. مبسوط انت طبعا، ويعني جاي النهارده وانت ايه شاحن بطارياتك. ايطاليا في النهائي. اولا يعني اول من اخبركم الفقرة العالمية مع بعض، قلنا ايطاليا مرشح قوي للصعود للمباراة النهائية، وقلنا ان منتخب ايطاليا منتخب مختلف هذه النسخة، وانه عنده حظوظ كبيرة في الصعود، مش مجرد اماني ومش مجرد تكهنات لا تستند الى منطق، لكن بالمنطق وبالفنيات وبالمقدمات كانت هذه التوالي، وصعود ايطاليا كان صعود مستحق تماما للمباراة النهائية. بس خليني قبل يعني ما نسترسل في الكلام يعني احييك واحيي اسرة الاعداد واسرة البرنامج على اللقاء الحصري مع ماركو روسي، لان ده سبق محترم جدا للبرنامج والقناه الاهلي، وانا استمتعت الحقيقه بالحوار، وبحييك على اداره الحوار كمان. وانا شخصيا يعني كمتابع او كصحفي استمتعت بادائه في البطوله، اداؤه الفني، وتعاطفت جدا، واعتقد مصريين كتير ومتابعين كتير تعاطفوا مع منتخب المجر اللي قدم بطوله محترمه. وماركو روسي تحديدا اعتقد في كلاس المدربين هينتقل لمرحله مختلفه تماما هو بعد نهايه اليوم مع المجر، خصوصا مع منتخبات كبيره زي فرنسا والمانيا. يعني اعتقد عروض يمكن كنت بساله حتى كنت يعني اتمنى وبيتهيالي المجر لو كانت في مجموعه تانية غير كان ممكن يبقى حظوظها او فرصها كبيره في انها تتاهل للادوار الاقصائيه بعد كده. انا عايز اقول لك كمان المجر كانت بتلعب بدون اهم يعني كانوا بيلعبوا من غير كريستيانو رونالدو بتاعهم سوبوسلاي النجم الشاب الصاعد يعني في صفوف منتخب المجر، اللي كان عليه خناقه كبيره في الصيف اللي فات من انديه كتير على راسهم ريال مدريد، واعتقد ان شاء الله ان هو بعد يعني ما يخف من اصابته هيكون متواجد في نادي كبير. ده كان قيمه هجوميه مهمه جدا، اعتقد لو المجر كان معاهم هذا اللاعب في مباراه مثلا زي مباراه البرتغال او المانيا او فرنسا كان ممكن جدا شكل عدد النقاط بتاعهم يتغير، وممكن كان ممكن جدا يتاهلوا في مفاجاه عن المجموعه، لكن في الاخر هم قدموا بطوله عظيمه. طيب انا عايز ابتدي معاك بالصحافه ردود الافعال. طبعا احنا مواجهه امبارح انتهت وعندنا مواجهه النهارده بين انجلترا والدنمارك. انا مع انجلترا النهارده، مش يعني ما اقدرش بصراحه. بص يعني هو النهائي هيبقى لذيذ. انجلترا ايطاليا حلو، انجلترا ايطاليا حلو، انجلترا ايطاليا كلاسيكي. يعني حاجه قويه. طب خلينا نشوف الصحافه قالت ايه على ماتش امبارح، سواء خروج اسبانيا او تاهل ايطاليا. ونبتدي طب نبتدي لاجازيتا ديلو سبورت بتقول فيستا احتفال مهرجان ايطاليا
وصلت. طب نبتدي من اليمين من الماركه الاسبانيه، ماركه كونونور يعني مع الشرف. طبعا المنتخب الاسباني خلينا نبقى متفقين برضو عشان نديله حقه دكتور وليد، تصيد المباراه حتى رغم انه اتاخر بهدف، لكن منتخب قوي، منتخب متمكن، قدر يسيطر على المباراه، بيلعب منتخب من افضل منتخبات اوروبا وقدر يرجع في المباراه، لكن ضربات الترجيح طبعا يعني هي اللي رجحت فرص ايطاليا في الوصول للنهائي. الى انقضاء المباراه النهائيه ونعرف مين البطل، بالنسبه لي لويس انريكي هو افضل مدرب في البطوله لحد دلوقتي، افضل مدرب قدم كره قدم. طيب نروح لسبورت الاسبانيه برضو، انخوستو ادياس، يعني وداع غير عادل اعتقد كده، يعني الناس بتاعت اسبانيا سامعني انا الاسباني بتاعي على قده، بس انخوستو ادياس يعني وداع غير عادل، هم شايفين ان هم اتظلموا بعدم التاهل نهائي بطولة اليورو. هم كانوا الطرف الافضل، لكن يعني امتى مش دايما الطرف الافضل هو اللي بيفوز، وفي تفاصيل صغيره وفي الاخر الاحتكام لركلات الترجيح، قدرتك ان انت تخرج متعادل. ما دي برضو نقطه في صالحك. لا جازيتا ديل سبورت، فيستا، احتفال مهرجان ايطاليا في ملعب ويمبلي في نهائي بطوله اليورو. طبعا كان يعني من زمان ايطاليا طبعا اعتقد انه انسيني هنا حاطط صوره سبيناتزولا، صح؟ طبعا سبيناتزولا اللي ودع البطوله بسبب الاصابه. طبعا سبيناتزولا غيابه كان مؤثر جدا هو فلورينزي، بس سبيناتزولا لانه هو محور اداء روبرتو مانشيني، فغيابه فعلا كان مؤثر على منتخب ايطاليا، وقد يكون احد اسباب يعني تفوق الاسبان في المباراه طولا وعرضا. توتو سبورت، تشي ليوني او كي ليوني، الاسود الايطالي. طبعا ما يعني هم الحقيقه لعبوا مباراه عملوا ما كانش حاجه ما كانتش متوقعه في ايطاليا نفسها دكتور وليد. هم قعدوا يلعبوا تيكي تاكا من اول مباراه لحد دور الثمانيه، اول ما جم قدام بتوع التيكي تاكا راحوا راجعين بقى لايطاليا، عارف ايطاليا الخمسينات والثمانينات، ايطاليا 82. صحيح. طبعا عندنا العنوان الاخير طبعا صوره نجم هاري كين في سبورت، لقد جعلتمونا فخورين ورسمتوا البسمة على وجوهنا وخلتونا نحلم، انجلترا حان الوقت لكي نأخذ الخطوة الأخيرة. هم لأنهم بقالهم بطولتين دلوقتي ده ثالث، بس في البطوله دي محدش ضامن حاجه يا دكتور. لا مفيش حاجه مضمونه، وخلي يعني بالك الدنمارك فكره في الكوره دايما كده قصص ملهمه، قصص اسطوريه، زي قصه الدنمارك نفسها في 92 دي قصه ملهمه، قصه اليونان في 2004 دي قصه ملهمه، في حتى البرتغال البطوله اللي فاتت وصعودها من النفق الضيق وبعدين تكسب البطوله قدام فرنسا على ارضها قصه ملهمه. فقد يكون قصه اريكسون في البدايه وخساره مباراتين دي هتبقى اقوى مفاجات البطوله، دي هتبقى بص دي حكايه هنفضل نحكيها بقى واجيال بعدنا هتفضل تحكيها سنين طويله جدا لو الدنمارك قدرت. وانجلترا بقى تريحنا وما تنافسش ما تصدعناش بقى بعد كده يعني التشكيله دي يعني وعلى ملعبهم في ويمبلي وما ياخدوش البطوله تبقى. امبارح بيسالوا كاسبر شمايكل في المؤتمر الصحفي، الصحفي بيساله هل انت مقتنع ان اتس كامينج هوم هترجع فعلا كره القدم لبيتها؟ قال لهم هي من امتى راحت بيتها اصلا؟ انتوا كسبتوا البطوله امتى قبل كده عشان ترجع لكم؟ وكاسبر شمايكل بيلعب في ليستر سيتي يعني يعني الموسم الجاي الصحافه الانجليزيه لو النهارده الدنمارك فازت كاسبر شمايكل هيكون ضيف شرف في كل اسبوع. بس انت تتمناها انجلترا ايطاليا؟ اتمناها طبعا، انا الدنمارك كلنا متعاطفين معاها ولو صعدت مش هنزعل، لكن انا اتمناها علشان النهائي يبقى برضه نهائي كلاسيكي تاريخي حاجه كده من منتخبين بريح الزمان يعني. الحظ سريعا جدا، الحظ خدم ايطاليا في خروج الكبار يعني سويسرا تخرج، فرنسا، المانيا تخرج، البرتغال تخرج، هولندا تخرج، كل دول ما اصطدمش بيهم، يعني الفريق الوحيد القوي اللي اصطدم بيه منتخب ايطاليا كان منتخب اسبانيا. لا وبلجيكا، لا وبلجيكا طبعا وبلجيكا اصعب طريق، بس بلجيكا كانت في ظروف استثنائيه. شوف انت قيس كل قيس الاربع فرق اللي صعدوا السيمي فاينل، لا طريق ايطاليا كان الاصعب، بلجيكا ثم اسبانيا هو الاصعب. انجلترا لعبت اوكرانيا والمانيا مباراه واحده ثقيله، اسبانيا لعبت سويسرا وكرواتيا، نعتبر كرواتيا مباراه ثقيله، لكن الدنمارك لعبت ويلز ولعبت التشيك ما لعبتش مباراه ثقيله، فلا طريق ايطاليا كان الاصعب. ساوث جيت حقق المستحيل او اللي بلاش مستحيل اللي ما كانش متوقع منه، اللي ما كانش متوقع وهو النهارده الثالث بطوله زي ما بقول لك بيوصل لسيمي فاينل، وصل سيمي فاينل كاس عالم وخد مركز رابع، وكان في سيمي فاينل دوري الامم الاوروبيه، وانا يعني
كان ليا الحظ واتفرجت على انجلترا من ارض الملعب، والحقيقه فريق كان محترم جدا، وانت توقعت ان هم يسيروا على نفس النهج في اليورو، والنهارده بيلعب كمان سيمي فاينال اليورو. لا، مسيره محترمه جدا، لانه انتشى المنتخب انجلترا من تراجع كبير جدا كان عليه. طيب هنكمل كلامنا عن ماتش النهارده وعن البطوله اللي بتقرب من الامتار الاخيره، بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع على طول. As a country experienced something. شهدت بلادنا حدثا صادما بعد سقوط إريكسون، ولا شك في أنه قرب بين أفراد الشعب، ولقينا مساندة من البلاد لم يسبق لها مثيل في مشواري بل وفي حياتي، وربما لن أشهد مثلها مرة أخرى. وتبين هذه المساندة ما بوسع كرة القدم أن تفعله، وتبين سبب اختيارنا المشاركة في رياضة جماعية. فعندما يعيش أحد أفراد المنتخب لحظة صعبة يجد كل زملائه بجانبه. أعتقد أن هذا سبب إحساسنا بحب الجميع لنا وخاصة من بلادنا. وعن المنتخب الإنجليزي، التوقعات والتطلعات دائما كبيرة عندما يضم منتخبك مجموعة كبيرة من النجوم الدوليين مثل المنتخب الإنجليزي. إنها بلاد تعشق كرة القدم وتريد الانتصارات، لكنني لا أتخيل أن تطلعات الجماهير ستؤثر على هذا المنتخب، فهو منتخب محترف. بعيدا عن المفاجأة، أنا الحقيقة بيتهيالي أنه منتخب الدنمارك بيقدم درسين يسوا كتير جدا. الدرس الأول إزاي تحول المحنة إلى منحة. يعني أعتقد أنه المعاناة الشديدة جدا اللي عاناها الدنماركيين نفسهم كلاعبين وكشعب وكدولة، والصدمة اللي يمكن تعاطف معهم العالم بسببها في إصابة كريستيان إريكسن في بداية البطولة، كانت امتحان شديد جدا، اعتقد كان واحد من الدوافع اللي وصلتهم لغايه المرحله دي. النقطه الثانيه الحقيقه كمان المهمه جدا نفهمها في كره القدم، ازاي الاحساس بالمسانده والدعم، وده اللي اتكلم عليه كاسبر شمايكل دلوقتي، ازاي الاحساس بالمسانده والدعم ممكن تدوب كل الفوارق. انا نزلت الشارع النهارده انا ودكتور وليد، سالنا الناس تعرفوا مين من نجوم المنتخب الدنماركي، يعني لو قالوا لك كريستيان إريكسن وكاسبر شمايكل يبقى كتر خيرهم جدا. قارن ده بكتيبة النجوم اللي موجودة في منتخبات زي البرتغال وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، منتخبات صيفت بدري تجد أنه الحالة دي الروح دي سببها والنتيجة اللي وصلوا لها دي سببها حالة الدعم الكبيرة جدا اللي وصلت لهم بشكل مباشر من كل أطياف الشعب الدنماركي. أعتقد أنها نموذجين ودرسين مهمين جدا يا دكتور وليد في كرة القدم. متفق معاك جدا طبعا، وزي ما بقول لك الأحداث اللي زي دي دايما بتكون كلها دروس، ومفيش بطولة كبرى بمستوى بطولة اليورو أو بطولة كاس عالم إلا وتلاقي فيها قصص ملهمة تقدر أنت تستمد منها بعد جديد في حياتك أنت شخصية صحيح. أو في نظام الكورة عندك في بلدك أو في ناديك أو في مجتمعك. أنا لسه لحد دلوقتي متذكر الخبر اللي كان قبل مباراة الدنمارك وبلجيكا، ورفض لاعبي الدنمارك إن هم يتمرنوا التمرينة الأساسية على ملعبهم في كوبنهاجن علشان ما يفتكروش قبل ماتش بلجيكا التاني، علشان ما يفتكروش لحظة السقوط بتاعة إريكسون، وكان ساعتها لسه إريكسون في المستشفى وكان لسه يعني تحت العناية، وما كانوش عايزين يتذكروا هذه اللحظة، ورفضوا تماما إن هم يتمرنوا على الملعب ونزلوا المباراة بدون التدريب الرئيسي بتاعهم. فتخيل من ده، من هذه الحالة ومن هزيمة قدام فنلندا في الافتتاح، ثم هزيمة قدام بلجيكا، ثم صعود بشق الأنفس، سبحان الله يصعدوا بثلاث نقاط فنتائج المجموعة تخدمهم، فيصعدوا مركز تاني، فيلعبوا مباراة سهلة نسبيا قدام ويلز، فيصعدوا ما يواجهوش لا فرنسا ولا إيطاليا ولا ألمانيا ولا إسبانيا، يواجهوا التشيك في دور الثمانية ويقدروا يتفوقوا ويكملوا. والنهاردة بيلعبوا سيمي فاينل بعد ما كان الكل بيتوقع أنهم يخرجوا من الدور الأول. قصة ملهمة زي ما أنت قلت، قصة إزاي تحول المنحة والأزمة والابتلاء إلى نجاح بالإصرار والعمل. الناس دي ما عادتش مجرد انها تدعي ربنا وتقول يا رب نكسب وبيكسبوا، لا في مدرب بيشتغل وفي لعيبه بتكافح في ارض الملعب وفي حاله وفي روح وصلته لهذا، القدره على انك انت تخلق الدافع طبعا مهم جدا طبعًا. على المستوى الفرد وعلى مستوى التيم طبعا، وتجدد الدوافع وتخلق الدوافع اللي تخليك تقدم افضل ما عندك. بتهيألي الدنمارك واحده من اهم اسباب تميزها في النسخه دي طبعا. وبعدين كمان في الصوره الاشهر دلوقتي في الميديا العالميه بقت صوره بيتر شمايكل الاب بقى من 29 سنه 92، وكان جنبيه كاسبر شمايكل، حاجه اسطوري طبعا، حاجه واو يعني.
حاجة ممتعة. كان ممتع يعني، يمكن شهرة كاسبر شمايكل نفسه لأنه ابن بيتر شمايكل، مش لأنه هو حارس كويس، مش حارس وحش، حارس محترم جدا طبعا، لكن بداية معرفتنا بيه أنه ابن بيتر شمايكل. الصورة الأشهر دلوقتي كان لسه من 29 سنة، كان لسه كاسبر شمايكل طفل صغير، وكان جنبيه بيتر، وراجعين في الطيارة بعد الفوز في السويد 92 بالتتويج، والصحافة بتتساءل هل يتكرر المشهد بقى، يكون كاسبر هو اللي شايل الكاس وجنبيه الوالد. عائلة شمايكل تخصص يورو، يعني أي حد من شمايكل هتقول يقف في جون دايماً تاخد اليورو. بمناسبة كلامك، يمكن كان عن تصريحاته اللي بيسألوه فيها أنه آن الأوان أن البطولة ترجع لبيتها، على أساس أنه يعني إنجلترا هي بيت كرة القدم أو مهد كرة القدم، وقال لهم هي أساساً عمرها ما كانت في بيتها. ده يمكن تصريح لفت أنظار العالم كله في المؤتمر الصحفي في على هامش اليورو. طب خلينا نشوف الصور كده، نعرضها على مشاهدينا. لا يمكن بيسأل يعني ردا على السؤال، ما اعرفش هل انتوا فزتم بيها قبل كده، ما يعني قبل كده، وهل جاءت اصلا من قبل بيتها. طبعا الكلام على اليورو، هم يقصدوا انه فازوا قبل كده بكاس العالم 66، وان هم اللي اخترعوا كره القدم، فعايزين البطولات ترجع للمخترعين. فقال لهم يا جماعه ما وصلتكوش البيت اساسا. بس خد بالك، ده رد مستفز جدا، ممكن يبقى مستفز للانجليز جدا. هو الفكره ان ده سؤال انجليزي، وهو بيلعب في ليستر سيتي في الدوري الانجليزي. فتاكد ان لو كاسبر كسب النهارده وكمل وخرج انجلترا، تاكد انه هيكون يعني زبون الصحافه الانجليزيه السيزون الجاي كله. فهو دي مخاطره وشجاعة يعني يحترم عليه طبعا. بيقولوا انت اللي في بيتنا بقى. هو يمكن الصحفي حتى بيقول له 66، فهو رد عليهم وقال لهم طبعا لا، دي ما كانتش اليورو، دي كانت كاس العالم. بمناسبه الكلام، انا عايز طبعا، انا بيتهيالي انه مانسيني في البطوله دي، روبرتو مانسيني المدير الفني لايطاليا، فكرني بحاله الجوهري في 98، ولو تفتكر البطوله وهو رايح وركينا فاسو، وما كانش هو شخصيا كان بيقول احنا ما ترهنوش على حاجه، احنا الاشهر المركز ال 13 كلنا حافظين. ورحنا يعني كانت بطوله ولا اجمل بصراحه، طبعًا. حازم وحسام وعبد الستار وعماره وياسر البطوله دي ادت للمجتهدين يا استاذ احمد. المدربين الاربعه اللي اشتغلوا، خلينا نقول ثلاثه تحديدا، اللي كان عندهم مشروع وبروجكت. انا يعني كنت بقرا عن بدايات ساوث جيت مع المنتخب الانجليزي، وهو بدا بمراحل بمنتخب 21 وصعد لحد ما مسك المنتخب الاول، والمشروع اللي كان عمله الاتحاد الانجليزي والمسؤولين عن الكره في انجلترا، مشروع الدي ان اي، اللي هو احنا عايزين يبقى لنا هويه. احنا مهد كره القدم، لكن طول عمرنا ما لناش هويه. ما حد، ايطاليا ليها هويه في الكوره، اسبانيا ليها هويه، المانيا ليها هويه، هولندا ليها هويه، هولندا ليها هويه، لكن دايما انجلترا على مدار السنين ما تقدرش، لو انت مش عارف ان ده المنتخب الانجليزي، بخلاف زمان بقى الكوره العاليه والكلام ده، لكن بتكلم في العصر، ما تقدرش تقول لا ده منتخب انجلترا. شويه تلاقيهم يلعبوا كوره على الارض، وشويه بتلاقيهم في شويه مهارات، وشويه في تلاقي شويه يعتمدوا على مواهب زي مثلا جاسكاين، مايكل اون، آلان شيرر فتره، بعد كده ديفيد بيكهام طبعا. ففكره هذا المشروع اللي اشتغلوا عليه ونجحوا فيه بمنتخبات الناشئين اللي بداوا يكسبوا بيها بطولات اوروبا وكاس عالم، وصلت النهارده بهذا المشروع ان هم يحققوا نجاح على مستوى الفريق الاول، نجاح دائم مستمر، مش وليد اللحظه ولا بالصدفه، لان زي ما كنا بنتكلم سيمي فاينل كاس عالم، سيمي فاينل دوري امم. بس ساوث جيت انه ده مشروع اتحاد او مشروع وطني، احسب لساوث جيت انه معاه قماشه محترمه جدا من اللاعبين، لكن مانسيني الامر مختلف. خليني قبل ما نتكلم على تجربه مانسيني مع ايطاليا، نروح نشوف قال ايه بعد طبعا تخطي عقبه الماتادور الاسباني والوصول للمرحله النهائيه، الخطوه النهائيه اللي بتفصله عن تحقيق اللقب. نشوف روبرتو مانسيني المدير الفني لمنتخب ايطاليا قال ايه بعد وصول للمباراه النهائيه. أقول أولا وقبل كل شيء، يسعدني أن أساهم في تقديم ليلة ترفيهية رائعة للشعب الإيطالي، ولا تزال لدينا مباراة في البطولة، ونريد تحقيق نتيجة مثل هذه إذا كان ذلك ممكنا، وكنا على دراية بأنها ستكون مباراة صعبة جدا، لأن المنتخب الإسباني هو أفضل منتخب من ناحية الهيمنة على حيازة الكرة، وسبب لنا متاعب جمة وأجبرنا على الصمود والمثابرة عندما احتجنا لذلك، وحاولنا تسجيل الأهداف أو تهيئة الفرص عندما أتيحت لنا الفرصة. كانت مباراة مفتوحة جدا، وواجهنا فيها بعض المتاعب لأننا لم نهيمن على حيازة الكرة، وأردنا التأهل للنهائي، ووصلنا الجهود لأجل تحقيق ذلك إلى النهاية. وركلات الجزاء الترجيحية هي مثل اليانصيب، لكنني أريد الإشادة بالمنتخب الإسباني، إنه منتخب رائع.
وأود القول إننا سعيدون بكل ذلك، وأريد شكر اللاعبين لأنهم آمنوا من أول يوم أن بمقدورهم تحقيق أداء مذهل مثل هذا. ولم ننجز المهمة بعد، لا تزال أمامنا خطوة وعلينا الراحة والاستجمام لأنها كانت مباراة مرهقة. وقلت قبل المباراة إنها قد تكون أصعب مباراة نخوضها في هذه البطولة، لأنك عندما تخوض مباراتك السادسة في مثل هذا التعاقب السريع وكل هذا السفر من جهة إلى أخرى فإن ذلك سيكون مرهقا، وعانينا من مسألة حيازة الكرة أمام إسبانيا. كلام محترم من مدير فني محترم صاحب تجربة وصاحب فكر، وقدر يستعيد بكتيبة إيطاليا هيبة المنتخب الإيطالي اللي فقدها من زمن طويل. دي طبعا فرحة الجماهير دكتور وليد في إيطاليا مبارح. طبعا مجانين كورة. طبعا طليان. في بعض الشعوب عندهم الكورة مهمة وحلوة وجميلة بس جنب حاجات تانية، لكن إيطاليا الكورة هي كل حاجة في حياته. محور حياتهم هي كرة القدم، يمكن مجانين حتى أكتر مننا كمصريين، حتى كمصريين عندنا شوية عقل شوية في التعامل مع الكرة هناك في إيطاليا، الموضوع فعلا يفوق الخيال، فأكيد كان فرحة عارمة طبعا في كل حتة في إيطاليا. رأيك في كلام مانشيني سريعا كده؟ أنا بيعجبني بصوص ناس كلاس كده، يعني التصريحات أنت تقعد تحترم أو مش تستمتع باحترامهم باستثناء بعض اللغة والتعامل مع الخصم، في رقي وفي وضوح، وفي الراجل لا بيكذب ولا يقول احنا كسرنا الدنيا النهارده واستحوذنا وفوز مستحق. الراجل مدح وقال فعلا استحوذوا على الكوره وعملوا لنا متاب ومنتخب كان يستحق ومنتخب رائع واحنا تمسكنا بأملنا وتمسكنا بحظوظنا. فاذا الراجل بيتكلم بواقعيه، وحتى تصريحات انريكي كمان الحقيقه كانت تصريحات محترمه. طب بمناسبه تصريحات انريكي تعال نشوفها ونسمعها ونرجع بقى نفتح ملف انجلترا والدنمارك النهارده. هذه ليست ليلة حزينة لي، لا مطلقة، وأشعر بالطبع بقليل من الإحباط، لكن هذه حالة صفوة كرة القدم، ويجب علينا أن نتقبل النصر والهزيمة. وأسعدنا الفوز بركلات الترجيح في ربع نهائي أمام سويسرا، ولا يجب علينا اليأس الآن، وعلينا فقط تهنئة الخصوم، وعلينا دائما التفكير في الحاضر وأن يكون منتخبنا منافسا. وقلت من البداية إن منتخبنا واحد من ثمانية منتخبات بوسعها الفوز باللقب، ولا أعتقد أنني كنت مخطئا في ذلك. وسنعود الآن إلى بلادنا بإدراك أننا نافسنا وكنا أحد أفضل المنتخبات في هذه البطولة. لا أعتقد أن لاعبا في 18 ربيعة قدم أداء مشابها لأداء بدري في بطولة كبيرة، سواء في بطولة أمم أوروبا أو في كأس العالم أو الأولمبياد، ولم أرى مطلقا مثل هذا الأداء وطريقة التعامل مع مسار المباراة وطريقة العثور على مساحات للحركة. من الكبار بيتهيألي في ظن يعني الوحيد اللي خرج من البطولة من الباب الكبير هو منتخب أسبانيا. يعني فرنسا مع كامل احترامي خرجت بسذاجة شديدة جدا قدام سويسرا، هولندا نفس الحكاية، بلجيكا وإن كانت أمام إيطاليا ولكنها كانت تستحق أنها توصل لأبعد من كده بكتيبة النجوم اللي عندها. ألمانيا لم تقدم العرض اللي يعني معروف عن الماكينات الألمانية. الخروج الكبير الوحيد كان منتخب اسبانيا. وهنا انا عايز اسالك يا دكتور وليد عن رايك في انه منتخب اسبانيا منتخب بيغير جلده بيجدد دمه، ازاي قادر يحافظ على نفس الطبع نفس الستايل نفس القوه؟ منتخب ما تحسش انه فقد كتير من نجومه على مدار السنوات الاخيره، رغم انه بيقدم كتير من اللعيبه الشباب، منهم سته هيشاركوا مع منتخب الاولمبي، منهم اصغر لاعب في تاريخ البطوله بيشارك مع اسبانيا بيدري. طبعا هو بمناسبه يعني نهايه كلامك انا هجاوبك على السؤال، بس يعني ريكي رعبني لانه حط لنا ست لعيبه والست لعيبه يعني افظع من بعض، من اول الحارس يوناي سايمون هيلعب قدام منتخب مصر، ايري جارسيا وباو توريس الاثنين قلوب الدفاع بتوع منتخب اسبانيا اللي هيلعبنا، بدري اللي اكرم توفيق هيلعب عليه في وسط الملعب، فده قدود طبعا فلازم يشد حيله شويه، اولمو واوير زافال اللي هايل بصراحه، هو طبعا بص كان افضل لاعب طبعا بدري عظيم، بس اولمو الحقيقه يعني تالق في مباراه ايطاليا، فالحقيقه منتخب مرعب، وكمان معاهم اسينسيو ومعاهم سيبايوس كمان، يعني لا منتخب مرعب جدا، وربنا يكون في عون منتخب مصر ان شاء الله نعمل والله مباراه عظيمه. انا واثق والله، انا حاسس انه رجالتنا لا يقلوا الحقيقه، واحنا بنعلى مع المباريات الكبيره، يعني كل ما بيكون المستوى قدامك عالي كل ده ما بيستفز. وبعدين ما احنا لعبنا مع البرازيل هنا طبعا وعملنا مباراه عظيمه جدا محترمه جدا وابطال افريقيا، يعني ما بنخافش من حد ان شاء الله. انا معاك في الموضوع ده. ارجع لسؤالك، لان انريكي كان ليه تصريح شهير جدا
لما سألوه القايمة ومش القايمة واختياراتك، وقال لهم أنا مش بختار أفضل 22 أو 23 لاعب في إسبانيا يمثلوا المنتخب الإسباني، أنا بختار أفضل 23 لاعب ينفذوا طريقتي. تمام. إيه طريقته؟ راجل عنده فلسفة اللي هي فلسفة الاستحواذ أو التيكي تاكا الأشهر، يعني الاستحواذ واستخلاص الكرة. وهذه المنظومة اللي هو صنعها ليها اوراق معينه تقدر تنفذها، بعيدا عن حتى لعيب ريال مدريد وسيرجيو راموس، لعيب زي اسباس مثلا ما كانش موجود، كاناليس ما كانش موجود في القائمه، بعض الاسماء اللي كانت متالقه السيزون ده في الدوري الاسباني اللعيبه الاسبان مش موجودين في القائمه. ليه؟ لان هم ما نفذوش او ما يقدروش ينفذوا افكاره، وبالفعل افكاره اثبتت نجاحها وهو كان افضل فريق في كل حاجه. انت لو جيت تبص على الاحصائيات، كل الاحصائيات الهجوميه اسبانيا هي المتسيده، كل احصائيات طبعا الاستحواذ اسبانيا، صناعه الفرص اسبانيا، الاهداف المتوقعه اسبانيا، كل حاجه في الكوره ممتعه. امبارح هقول لك بسرعه كده، استحواذ ايطاليا 31 اسبانيا 69، التمريرات الضعف تقريبا 982 تمريره لاسبانيا بدقه تمرير 90% في مقابل 431 ايطاليا بدقه تمرير 76%. ارقام سيطره كامله وفنيات موضحه الارقام. أيوة. احيانا الارقام بتكون خادعه، لا المباراه كانت فعلا يتسيدها منتخب، مش بس مباراه ايطاليا، من اول مباراه السويد اللي ايطاليا اللي اسبانيا تعادلت فيها ومباراه بولندا ولحد مباراه ايطاليا، الحقيقه منتخب اسبانيا هو افضل فريق قدم كره في البطوله. أرقام. خلينا نكون كأرقام وكاداء فني كأداء. فطبعا تجربه محترمه جدا. طيب نروح ندي بقى مساحه شويه لانجلترا والدنمارك. النهارده طبعا انت شايف انه الدنمارك كفتها ارجح. مش ارجح، لا طبعا. لا انجلترا يعني بتلعب قدام 60,000، عايزين ايه بقى؟ يعني ويمبلي و60,000 وهاري كين فايق، ورحيم ستيرلينج اللي كان ميت طول السيزون فايق، وكل حاجه حلوه، وهاري ماجواير فايق، ده لوك شو نجم الفريق. من نجوم عندهم الفريق. عندهم لاول مره اشوف في منتخب زي، يعني دايما بيبقى فيه لعيب اثنين، تلاقي ورا مثلا ريو فيرديناند، قدام شيرر تلاقي ديفيد بيكهام، تلاقي مع مايكل، يعني تلاقي اثنين لعيبه منورين قوي والباقي ما تحسش انه منتخب تقيل. لكن الحقيقه ساوث جيت عنده تشكيله لاول مره تحتار برضو تبتدي مين. طبعا كتير من طبعا اللاعبين المحترمين. نشوف الارقام بتاعه المنتخبات. يلا نبتدي بيها. يلا بينا. ده مشوار، نبتدي مع حضراتكم بمشوار الفرقتين خلال بطوله اليورو 2020. طبعا كل فريق لعب خمس مباريات، بدايه من الدور الاول ولحد دور الثمانيه. انجلترا فازت في اربعه والدنمارك فازت في ثلاثه. التعادل، انجلترا تعادلت مباراه واحده والدنمارك ما تعادلتش ولا مباراه. انجلترا ما اتهزمتش وما دخلش في مرماها اي اهداف زي ما هنشوف، لكن الدنمارك اتهزمت اول مباراتين طبعا، فنلندا وبلجيكا. انجلترا احرزت 8 اهداف والدنمارك هجومها اقوى ب 11 هدف، لكن انجلترا الفريق الوحيد الذي لم يستقبل اي هدف. طبعا هذا الفريق الوحيد في البطوله في مقابل 5 اهداف استقبلتها الدنمارك. الارقام دي بتقول طبعا انه هجوم الدنمارك هيواجه النهارده صعوبه شديده جدا في مع دفاعات انجلترا، وده يخلينا نقول انه اغلب الظن يعني هتبقى مباراه دفاعيه من ناحيه الدنمارك وهجوميه من ناحيه انجلترا، ولا متوقع انها تبقى شوف هجوم الدنمارك حلو. انا بس هعمل معاك، هعمل لك اختبار على الهواء. يلا. الدنمارك عملت 90 محاوله هجوميه في البطوله لحد دلوقتي. قول لي انت كده تتوقع انجلترا عملت كم محاوله؟ هذا الفريق اللي احرز 8 اهداف، يعني اعتقد انه رقم اكيد يزيد عن 90 محاوله هجوميه. تخيل 37. لا والله 37، يعني شوف نسبه النجاح بتاعتهم عامله ازاي. 37 محاوله بمعدل 7 هجمات بس في كل مباراه. بس ده يؤكد انه فعاليه الهجوم الانجليزي هي دي اقوى من ساوث جيت او منتخب انجلترا ما بيروحش للمرمى الا وبيعمل هجمه خطيره وبيحاول يحرز منها هدف. من 37 احرزوا 8، الدنمارك من 90 احرزوا 11. تمام. يعني نسبه تقريبا 10% او اقل من 10 او 11% في الدنمارك ترتفع ل 25% في المنتخب الانجليزي. انت كدنمارك لو عايز تكسب انجلترا ما تخليهاش اصلا توصل لمرمك، لانها مجرد ما توصل رحيم ستيرلينج وهاري كين وميسون ماونت لو موجود او ساكا لو موجود هيتكفلوا ان هم يهزوا شباكك اكيد. فدايما خلي الحرب، انت كهولمان بقى المدير الفني الدنمارك، خلي الحرب دايما في وسط الملعب، اللي هو انت ابعد هجوم انجلترا عنك. هي دي بقى الافكار اللي هنشوفها النهارده في ارض الملعب. هل فعلا الدنمارك هتقدر تبعد هجوم انجلترا عن مناطق الخطوره عن التلت الاخير ولا لا؟ هو ده اللغز اللي هيدور حواليه المباراه النهارده. تفتكر ساوث جيت يبص المباراه ازاي والتشكيل والطريقه اللي ممكن يلجا فيها في مواجهه الدنمارك؟ انا بيتهيألي انه
فكره انك تلعب على ارضك وسط جمهورك بالنسبه للمدير الفني دي عامل ضغط، ده معناه ان مش مسموح لك انك انت ما توصلش المباراه النهائيه، وان المقصده موجوده بره باب الاستاد لو 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 انجلترا خسرت المباراه. هو لعب المباريات الاولى في الدور الاول على ارضه، لكن كان في حضور حوالي 22 ألف. تلعب على كام؟ ميونخ تقريبا. لعب مباراه واحده في ميونخ اللي هي المباراه الاقصائيه، لكن الدور الاول لعبه كله في ويمبلي، كان حضور ضعيف حوالي 25 أو 20%. النهارده هيلعب قدام 60 ألف للمره، يمكن اول مره في زمن كورونا انجلترا تلعب قدام 60 ألف. فدي بالنسبه له هتبقى طبعا قد تكون عامل ضغط ايجابي وقد يكون عامل ضغط سلبي طبعا، بس هم اصحاب خبرات يعني. هاري كين وستيرلينج وماجواير وهندرسون وماونت وكل اللعيبه دي اكيد مش هيبقى عندهم فكره تاثر سلبي، لكن بالنسبه للطريقه مؤكد هو بيلعب بطريقته الطبيعيه. اهم اوراق عنده الاثنين اللي في قلب وسط الملعب، واللي طبعا متالق فيهم قوي قوي فيليبس اللي مقدم، ورايس طبعا الاثنين الثنائي، لكن فيليبس هو احد اكتشافات هذه البطوله. هاري ماجواير مقدم بطوله عظيمه جدا طبعا، الدفاع اللي ما دخلش فيه ولا هدف طبعا. حتى بيكفورد اللي كان شهير انه بيرتكب اخطاء، البطوله دي بلا اخطاء لبيكفورد. لوك شو مقدم بطوله عظيمه، وطبعا رحيم ستيرلينج هو النجم الاول مع هاري كين. هسيب القاره كلها والبطوله واروح تحت شويه عند امريكا الجنوبيه، بطوله يمكن اتظلمت اعلاميا بحكم غياب الجماهير، بحكم انها في نفس توقيت اليورو، لكن عندي كلاسيكو برضو طبعا. يعني واحد من السوبر كلاسيكو مش اي كلاسيكو. الارض ارجنتين برازيل، نيمار ميسي طبعا. مواجهه من العاده الثقيله، تهيألي لو انجلترا وصلت، انجلترا ايطاليا برازيل ارجنتين، الكسبان من هنا يلعب الكسبان من هنا ونلغي كاس العالم، ولا ايه يعني؟ فاضل ايه تاني؟ لا والماتشين هيبقوا فيهم واحد يعني، صحيح. حاجه عظيمه. طب تعالى نشوف الاول، تقرا لنا كده في اهم نجمين على سطح امريكا الجنوبيه، ميسي ونيمار. طبعا اصدقاء الامس خصوم اليوم. انا شفت شوط بس بعد ما تقرا لنا الارقام هقول لك عليه دلوقتي. طبعا ميسي لعب 6 مباريات في الكوبا كل المباريات، نيمار لعب 5 مباريات. ميسي احرز 4 اهداف هو الهداف، نيمار احرز 2، ميسي صنع 5 هو اكثر من صنع في الكوبا ايضا، بطوله عظيمه بيقدمها ميسي الحقيقه. ونيمار صنع 3 اهداف، 19 فرصة صنعها ميسي لزملائه في مقابل 15 فرصة صنعها نيمار لزملائه، ده برضو رقم مميز لنيمار لكن ده المعتاد من ميسي. التصويبات، ميسي صوب 24 منهم 10 بين القائمين والعارضة، في المقابل نيمار صوب 20 منهم 7 بين القائمين والعارضة. ومعدل المراوغات طبعا كالعادة في صالح ليونيل ميسي، حاول يراوغ 61 مرة، نجح في 43 بنسبة نجاح 70%، ودي نسبة عالية جدا طبعا في مقابل مع سنه كمان. طبعا طبعا ومع العنف، انت شفت امبارح مباراه كولومبيا والنهارده الفجر بقى الراجل طالع ورجليه مليانه دم يعني وبيلعب. لا هو ميسي الحقيقه بيتعامل مع الكوبا في النسخه دي تعامل مختلف، وعشان كده انا منتظر ومترقب الفاينل. تمام. نيمار حاول يراوغ 81 مرة لكنه نجح في 49 بنسبة نجاح 60%. على الرغم من الصورة اللي موجودة في ورا حضرتك على الوول دي، صورة الضحكة بين الاثنين، وعلى الرغم ان هما كانوا زملاء الاثنين في البارسا طبعا، لكن يقال ان وجود ميسي كان واحد من اسباب رحيل نيمار عن البارسا. هو شبه معلن. ويمكن شفت فيديو من يومين كده، لقطة من اللقطات الثلاثة المثلث الرعب يعني، سواريز مع ميسي مع نيمار في التمرين، وكانت اللقطه دي نيمار حاطط رجله على الكره وبيوطي عشان يربط رباط الجزمه، وميسي واقف حاطط ايده في جيبه، وسواريز واقف مدينا ظهره في الكادر، وبعدين نظره من ميسي لسواريز كده، هي كده اهو، راح سواريز شايط الكره من تحت رجل نيمار، فنيمار غضب جدا، ويبدو انه كان برده في حاجات بين السطور ما كانتش واصله للناس. قد يكون من ميسي هزار او افيه، بس لما انت بتكون مشحون من جواك ما بتتقبلش اي حاجه. هو يقال من خبايا يعني الصحافة الكتالونية ان القاسمة، الضربة القاسمة اللي خلت نيمار يقرر خلاص انه يخرج من ظل ميسي زي ما الميديا الإسبانية بتقول، ويروح يبني مجده الشخصي ويبحث عن بالون دور بقى في مكان يكون هو نجمه الاول والاوحد، هي مباراة الريمونتادا الشهيرة ضد باريس سان جيرمان 6-1، واللي كان الحقيقة نيمار هو نجمها الاول بكل الاوجه، ومع ذلك اللي خد اللقطة واللي خد الصورة في الاخر هو ليونيل ميسي بحكم النجومية وحكم الاسم. فنيمار حس انه مهما عمل في برشلونة هيتظل الاضواء منصب على ليونيل ميسي وحيدا. قبل ما اسالك البرازيل ولا الارجنتين، اقرب من وجهة نظرك، هل تعتقد انه رحيل هو سونر اور ليتر يعني، حتى لو ما كانش الموسم ده ممكن يبقى الموسم القادم، هل رحيل ميسي عن البارسا
يمهد الارض لعوده نيمار مره ثانيه لكاتالونيا؟ ما اعتقدش. لا ما اعتقدش ان نيمار خلاص هيرجع. اذا نيمار رجع هيرجع في وجود ميسي لما يكون ميسي بيقول له تعالى نعمل ثاني هذا الماتش. في كلمه واحده دكتور وليد، البرازيل اقرب ولا الارجنتين؟ كفايه البرازيل خدت البطوله اللي فاتت بقى، يعني مش كل بطوله ميسي يحتاج لقب مع منتخب بلاد، وانا متعاطف معاك. اسعدتنا ونورتنا ومبروك ليك يا دكتور وليد وصول ايطاليا. نحتفل مع بعض بالبطوله الايطاليه الاسبوع الجاي. في جزء متعاطف مع ايطاليا ما اقدرش انكر. بشكر حضرتك على وجودك معانا، ونتقابل ان شاء الله باذن الله في السادس الاسبوع الجاي. بشكر حضراتكم، كل التوفيق لرجالتنا بكره في مباراه المقاولين. ان شاء الله باذن الله يكون اداء راقي من النادي الاهلي زي ما عودنا في المباراه الاخيره، ونحسم ونضيف كمان ثلاث نقط لرصيدنا، ونطمن كمان على جاهزيه فرقتنا قبل ما نروح كمان 10 ايام في المغرب نلاعب كايزر تشيفز. بحيي كل جماهير النادي الاهلي، وان شاء الله اشوفكم على كل خير مع بدايه الاسبوع اللي جاي في السادسه.